أسأل عن المرأة التي تعمل ولديها سائق ومعها عاملات تقوم بتوزيعه على المدارس، ثم بعد ذلك تذهب مع السائق إلى المنزل داخل المدينة، هل هذا حرام أم جائز؟ نعم. أما إذا كان معها نساء فليس بحرام إذا كان السائق مأمونا، وأما إذا خلت به وحدها فإن ذلك حرام عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يخلون رجل بامرأة،